حبي لها رغم الظروف القاسية، رغم المحن، حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. إن عشت فيها لجلها عانيت، وإن غبت عنها كم لها حنيت. والحاصل إن الحب شي ماله ثمن، من قال محبوبتك من؟ قلت اليمن. أهلا بكم. 6 سنوات منذ غادرنا عن دليب المكلا، 6 سنوات ما زال فيها حاضرا بأغانيه، ساحرا بأشجانه المسكوبة في أرواحنا المبعدة. ندندن أغانيه متيمين، نروي حكاياتنا المنسية، حكايات وطن غرق في الظلام. قرابة نصف قرن من العطاء الفني ترك فيه إرثا فنيا مغايرا، وحلق بإبداعه عاليا، متيما بحبه العذري وعائدا لحبه الفطري. الأرض وهو يغني حبي لها، ليتراقص معه آلاف اليمنيين المغتربين، منهم خاصة، وهو يذكي فيهم هذا الحب فيتمايل مع جمهوره بابتسامة محبة، وهو يعلم أنه بات سفيرهم خاصة في الخليج العربي. وجه حضرموت الأسمر ورائحة صوته الممزوجة بنكهة ساحل المكلا حين غنى للوطن دعيني أعانق فيك الأمل، بث بداخلنا آلاف الآمال. صوت ببحة الشجن وحنين العائدين، إنه كرامة مرسال في بساطته وتموجات ألحانه. متيم في الهواء يروي حكاية حب مخفية مع من عاش وياه. عاش متيما صادق النية، حمل بياض قلبه وبحة صوته المميزة وغنى. خطاي والخطا ما هو خطا مكتوب في الشغالية، ما هو صادق النية. إنه الفنان كرامة سعيد مرسال ابن المكلا، جوهرة البحر والجبل كما قيل، واحد من أشهر ربابنة الغناء في اليمن والجزيرة العربية، وأحد أساطين وسفراء اللون الحضرمي. لم يكن كرامة مجرد مغن هاون، بل كان عازفا وملحنا وصاحب طبقة صوتية متفردة وفن تعالى به فأعلاه حتى أسكنه قلوب محبيه. الحب قال وعيب لا مو على الأحباب. توكل لأشواق الناس ونذر روحه المحبة لهم، فكان بين ثنائية الحب والابتسامة والصوت والأداء واللحن والقصيدة تكامل وتنسيق بين الفن والروح. ولد كرامة عام 1946 في واحد من أقدم أحياء مدينة المكلا، وبدأ مشواره الفني في 17 من عمره، وهو العام ذاته الذي فقدت فيه حضرموت واليمن فنانها ذائع الصيت محمد جمعة خان. وكأن الأقدار قدرت لحضرموت فنانا خليفة لجمعة خان، فكان كرامة. سرعان ما تلمس الفتى وقتها درب سلفه محمد جمعة خان، فكانت أغانيه بساطا لكرامة وصلته إلى الساحة الفنية. غنى لنصف قرن من الزمن متوغلا في حياة الناس داخل حضرموت وخارجها، بل داخل اليمن وخارجها أيضا، حتى ردد أغاني فنان الجزيرة والوطن العربي. غنى للوطن والحب والمرأة والحياة والبحر والغربة، غنى لهم ورتل أحلامهم وزرع البسمة على وجوههم رغم تعبهم وبؤسه، فامتزج صوته بكل ذلك. اتكأ كرامة في أغانيه على مخزون معرفي واسع بالتراث الحضرمي في مقاماته وموسيقاه، فكان جزءا من تاريخ الأغنية الحضرمية بشكل خاص واليمنية بشكل عام. وطني وفي اشتهرت أغانيه العاطفية والوطنية، كما اشتهرت أغانيه السياسية الناقدة للوضع والكاشفة لملابسات معظم القضايا. طوف صوته العذب على صنعاء وعدن وشبوة،
وسائر مدن اليمن وقراها وجبالها، وارتحل فيها كما ارتحلت أغنيته الشهيرة طوف على صنعاء وعلى عدن يا طير، فكان زاد الأرواح وضبط القلوب ومصدر فرحها. حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن. هو الذي أبكى القلوب حين غنى لليمن رائعة المحضار حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، فكانت هي محبوبته وكان هو محبوب الشعب كله. حبي لها أمي سقت ليا في وسط اللبن، إن عشت فيها نجلة عاني. ظل كرامة متعبداً في محراب الوطن ولم يغادر حضرموت واليمن إلا ليعود إليها، رغم أن الجزيرة العربية كلها قد فتحت أبوابها أمامه، لكنه فضل البقاء مع جوهرة قلبه المكلى صادحاً لها ولليمن وللعاشقين، حتى توقف قلبه في 3 أغسطس 2014 بعد 72 عاماً من حياة ملؤها الحب والجمال، تاركاً خلفه إرثاً فنياً خالداً في أرواح اليمنيين وذاكرتهم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ سالم الجحوشي الفنان والمسرحي عبر سكايب من الدوحة، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ سالم. مساء النور، وكل الشكر لكم لما تقومون به من إحياء لهذه القامات العظيمة في حياتنا الفنية. هذا واجبنا أستاذ سالم، وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم. أستاذ سالم، نود منك أن تحدثنا عن فن كرامة مرسال وكيف أثرت المكلة وبيئتها على الفن الذي أو القالب الذي خرج به كرامة مرسال لنا. أبو صبري يعني يمتلك خاصية فريدة مميزة لم نجدها في غيره من الفنانين، وربما خدمته هذه الفترة الجميلة التي يعني تشرب فيها من فناننا العظيم محمد جمعة خان حتى توفي، وبدأ في تلك الفترة مع الشاعر العظيم حسين المحضار. هذا اللقاء خدمه كثيرا في أن يجعل من كرامة صوت عوض الناس عن فقدان محمد جمعة، بل وأصبح شعبيته هي ربما تكون أكثر نظرا لما يختاره كرامة من بساطة الكلمات، بساطة الألحان، وبصوته الشجيع، بصوته القوي، بصوته وإن وجدت أحياناً يعني شيء من البحة إلا أنها موظفة توظيف فني هائل، يعني مريح، شعبية كاسحة ليس فقط في المكلة بل في كل حضرموت وكل اليمن وخارج اليمن. صحيح. هذا ما جعل لكرامة هذه الميزة، يعني شرفت اليمن به وشرف اليمن. عندما يهاجر، عندما يأتي في أي مهرجان أو يشارك، يحمل معه اليمن، يحمل معه اليمن المبدعة، يمن الفن، يمن الأصالة، يمن الحب. كرامة مرسال بروحه الطيبة الجميلة لا أعتقد أنه يكره أو يحقد أو حتى وإن تعرض لبعض الإشكالات كما حدثت له في حياته. يعني بعض الأخوة الفنانين دائما ما يأخذ من فن كرامة وينسبه للتراث أو شيء من هذا، هو بروحه الدمثة و بخلقه الكبير دائما هو كبير في فنه وفي عطائه، وظل هكذا كبيرا، وافتقدناه كبيرا، وخسرت اليمن يعني فنان
يحمل كل ما تحمله كلمة فن من معاني ودلالات. نعم. إذن أستاذ سالم، كيف ارتبطت أغاني كرامة مرسال بالوطن والشعب؟ كثير من الأغاني يعني لها خصوصية، لها حميمية وارتباط غير عادي وطني، يعني عدد هائل من الأغاني الوطنية قدمه فن كرامة مرسال، يعني حبي لها رغم الظروف القاسية، دعيني أعانق فيك الأمل، والعديد العديد من الأغاني. نعم، يمكن الشيء الجميل في حضرموت أنه مثلا عندما يكتب المحضار أغنية ما يعني، فتجد الكل يغنيها، تجدها يعني تدخل في القلوب بصوت كرامة، بصوت كندارة، بصوت سعيد، بصوت محفوظ، بصوت كل الأسماء الجميلة. وهنا يأتي التميز، هنا يأتي التفرد، عندما نسمعها بصوت كرامة بهذا الصوت الجهوري القوي، نشعر بعظمة الوطن، هنا نشعر بحبه للوطن، ذاك الحب الذي يتألم لما يحدث في الوطن من ويلات ومآسي. وكل فنان وكل أديب وكل إنسان يعني يحب وطنه لا يريد لهذا الوطن أن يجرح ولو يعني بشيء بسيط، فما بالك بكرامة وهو على المسرح وهو يتغنى باليمن وبحب اليمن، وشيء يعني لا نجد الكلمات لوصفه. يعني أبدع أبو صبري رحمه الله في تجسيد هذه الصور بشكل جميل جدا. نعم. إذن أستاذ سالم، اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عمر عبد الله باكدادة، نائب وزير الثقافة، عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الله. يا مساء النور، وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ عبد الله. كونك محتك بالوسط الفني منذ سنوات طويلة، وبالتأكيد كان من بين هؤلاء الفنانين المرحوم كرامة مرسال، لو أن تحدثنا ما تجود به ذاكرتك عن الفنان وما يميزه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحيي سالم القحوشي، هذا الفنان المبدع والصديق الرائع، وسعدت بسمع صوته في هذه الحلقة المتميزة التي يعني تخصص لهامة وقامة فنية كبيرة بحجم كرامة مرسال. كرامة مرسال ابن المكلة، ابن الوطن، يعني تربى على الساحل وجاب الوادي، يعني هو طبعا من مواليد 1 يناير 1946، ولكن نشاطه الفني بدأ منذ العام 63، والعام 63 كان يمثل زخما كبيرا سواء على مستوى محافظة حضرموت في وجود شعراء كبار مثل أحمد سالم البيض، مثل حسين أبو بكر المحضار، مثل المفلحي، يعني أسماء كبيرة حقيقة قدمت للأغنية اليمنية وتحديدا للحضرمية الكلام السهل المنتنع المعبر العميق الذي يحمل دلالات وصور كبيرة ورائعة. وكان أمامه أيضا أصوات فنية كبيرة، يعني مثل أبو بكر سالم الفقي، عبد الرحمن الحداد، مفتاح سبيت كندارة، وهود العيدروس، وغيره من الأسماء التي مثلت شيء من التنافس وشيء من التناغم أيضا في تقديم الأفضل. لكن ما يميز كرامة مرسال هو أغانيه الوطنية حقيقة، والتي ارتبطت بالوطن ارتباط وثيق. وكرامة مرسال كان يتميز حقيقة بشخصية مستقلة، يعني ذات دلالة واضحة، لم يمثل نجاحا على مستوى حضرموت فحسب، ولكن على مستوى اليمن عموما، بل تجاوز ذلك إلى خارج حدود اليمن، وحقق اسما مهما على مستوى الجزيرة والخليج. أتذكر أنا كرامة مرسال ربطتني به صداقة خاصة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حيث جرى شيء من التحول في طبيعة أداء كرامة مرسال أو أغانيه، عندما ارتبطت أعماله بألحان الفنان الكبير أحمد باكدادة الذي قدم من السعودية حينها في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وأسس فرقة الأصدقاء، وشارك كرامة مرسال بعدة أعمال منها البحر يتجايس وانتما
عرفنا لك يا شيخ من كلمات أحمد ومهدي، ومنها أيضا لعلي سالم حجيري، خاب ظني في الذي ظنيت إني جزء منه وبأنه جزء مني. يعني حقيقة أعمال عاول التحول في طبيعة أداء وطبيعة موسيقى كرامة مرسال، لأنه كرامة مرسال كان متميز بشكل معين، وأحمد باغتادة عندما جاء حينها مارس شيء من التجديد على مستوى الموسيقى حين أسس فرقة الأصدقاء وقدم أعمال إلى درجة لاحظ الناس هذا التحول في أداء كرامة مرسال. ولكن يظل كرامة إضافة كبيرة ليس بمشاركتي لأحمد باغتادة فحسب، ولكن أيضا بمشاركتي للعديد من الملحنين والفنانين والشعراء على مستوى اليمن عموما. نعم، إذن أستاذ عبد الله، يعني برأيك لما فضل الراحل البقاء في اليمن رغم أنه أتت فترة ربما كان هناك هجرة للعقول وللمبدعين والفنانين، وسبقه الكثير من الفنانين وربما نالوا يعني في تلك الأوطان نصيبا من الاهتمام والرعاية والظهور، ما الذي جعل كرامة مرسال يفضل البقاء في الوطن؟ والله طبعا يتميز الفنان اليمني بالاعتزاز بأرضه ووطنه، وهذا جزء من تكوينه، ليس كرامة فحسب، ولكن هناك فيصل علوي الذي يعني كان أيضا الفنان الأول في محافظة لحج ومن أفضل العازفين العود على مستوى اليمن، هناك محمد سعد عبد الله، هناك محمد مرشيد ناجي، هناك أحمد قاسم، هناك غيرهم، يعني كم هائل من الأسماء التي لربما لو خرجت لحققت نتائج أكبر وأفضل، ولكن يظل تظل مسألة الانتماء، وهذا ما يؤكده الأعمال الوطنية لكرامة مرسال عندما يغنيها تكاد حنجرته أن ترتبط بالأرض هكذا وتخلق شيء من الحميمية للمستمع. يعني هو خدم بلده وخدم فنه وخدم أرضه ونهل من معين الأغنية الحضرمية، وكان اسما لامعا في 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 وقت كانت هناك أسماء ذهبية، هو كتب اسمه أيضا من ذهب في تلك الفترة، وكنا نلحظ ذلك التنافس ليس على مستوى محافظة حضرموت فحسب، ولكن على مستوى أبيان محمد محسن عطروش، وعلى مستوى لاحق عبد الكريم توفيق وغيره من الأسماء، أو على مستوى عدن، وهذا التنوع الجميل الذي نتحدث عنه ونطلق نحن على ألوان الغناء اليمني، الأغنية الحضرمية والأغنية اليافعية والأغنية الصنعانية وغيرها وغيرها من هذه الألوان التي أثرت حقيقة الغناء اليمني. ولكن يظل التميز في كرامة ارتباطه الوثيق بأرضه، اعتزازه بوطنه، كان يذهب إلى دول الخليج ويحقق نجاحات كبيرة، ولكنه يعود إلى المكلا، وأنا أتذكر أنه كان يجلس على كرسي بسيط هو ولفة السيجارة بيده يتعامل مع بسطاء الناس ولا يتعالى أبدا. صحيح. إذن ابقى معنا أستاذ عبد الله، سأعود إليك بعد أن أشرك في هذا الحوار الأستاذ سالم. أستاذ سالم، يعني ربما أتفق يعني معكما في أن يعني أكثر ما ميز كرامة مرسال هي أغانيه الوطنية، وهذا ربما ما كتب عنه النقاد أو المتابعين، ولكن في حين تقديم الراحل كل هذا العطاء للوطن، ما الذي قدمه له الوطن؟ هناك خذلان حقيقي لكرامة مرسال على المستوى الرسمي لم يعطى حقه، لماذا برأيك؟ يا دائما الفنان هو أكبر من أن يعني ينتظر شيء ما يعني من هنا أو هناك، ولكن نحن دائما عندما يموت الفنان يعني نتمنى أن يبقى لهذا الفنان متحف خاص به، مسرح خاص باسمه، شارع يذكر به، توثيق وأرشفة لفنه. هذه الأشياء بحكم أوضاعنا يعني ما زالت هي كحلم، لكن الواحد يستاء عندما يعرف أنه بمجرد موت الفنان العظيم هذا مثلا يقطع راتبه مثلا اللي هو 30,000 ريال يمني. لا أدري يعني ماذا سيضر يعني لو استمر هذا الراتب للأسرة بما يعني يكون هذا الراتب من يعني. على العموم هذه أشياء يعني تنغص في داخلنا،
ليس لكرامة، نحن نشعر بكل فنانينا لكنهم صامدون، لكنهم مستمرون في العطاء، وهذا هو ما جبل عليه الفن والفنان. يعني ككرامة مثلا، ذكرني أستاذ عبد الله هذا الصديق العزيز عندما صوره لوحده على كرسي بسجائره اللفة هذيك اللي نسميها الأسود في إحدى استضافاتنا له في الكويت، عندما كنا ندرس وكان لنا نشاط الاتحاد الوطني لطلاب اليمن في الكويت، فاستضفناه في مسرح الأندلس، سينما الأندلس اكتظت يعني على الأرض، كان الناس يعني جالسين لي 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 وكلهم من معجبيك. نعم. فجأة ينقطع الصوت و يعني تصبح هناك نوع من الإرباك، فإذا به هو يقوم بتهدية الجمهور ويتقدم بالكرسي إلى حافة المسرح اللي هي البروسينيوم، ويبدأ بصوته بدون سماعات، بدون المحبة بانطلاقات هذه كلمة، المحبة ولا شيء في المحبة لهم، والعالم كلها، لدرجة أنه لما عاد الصوت مرة أخرى كان الناس في غنى عن 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 الكهرباء وعن السماعات وعن وعن. جميل. لكن كرامة بفنه الجميل رجع الفرقة إلى ما كانت عليه، ورجع أمام المايك واستمر، وأنقذنا من ورطة كبيرة جدا بصوته القوي الأجش الجميل. نعم. أنقذنا من هذه الورطة. نعم نعم. حتى أستاذ نعم. سالم، وأنت تستذكر مثل هذه الحادثة، ويعني وأنا أتابع بعض الفيديوهات للمرحوم مجد، يعني كيف كان الناس يرقصون ويستمتعون، وفترك نعم. الغناء وقام بالرقص معهم والتمايل معهم وإضحاكهم، كان هناك يعني نعم. فعلا لم يشعر للحظة بأنه فنان، يعني هو أحد هؤلاء الأشخاص منهم وفيهم. هو لديه اللي نسميه احنا الكاريزما. صحيح. لديه الحضور، لديه موهبة تحريك الناس، ولأنه يصل بالكلمة وبالصوت وبالحركة، يصل رغم أنه يعني في وضعية الجلوس هكذا، دائما احنا كل مخادرنا في حضرموت وكل جلساتنا بهكذا، ولكنه أحيانا ترى يقف على المخدرة ويتحرك ويبدأ يرقص، هذا هو كرامة، هذا هو الإنسان، هذا هو ابن الشعب، هذا هو الذي كل واحد يجد في نفسه محبة لكرامة، محبة لأبو صبري، إضافة إلى أنه يملك خلق جميل ورائع وطيبة، ويعني ليس من هؤلاء الذين يعني يضعون الشروط أو يعني، بالعكس يكفي أن يأتي وأن يقدم كل وما معك يعني فهو خير بالنسبة له. التقيت به في الكويت وعشنا فترة جميلة، ثم التقيت به في قطر، وفي قطر هنا كانت الأجمل، يعني حتى أذكر استضفته مع الفرقة عندي في البيت، وكان سؤاله الجميل أنه أجيب العود معايا أبو حسين، قلت له لا لا لا، احنا نريدك اليوم بدون عود بدون اي شيء، نريد كرامه، كرامه الانسان ليس الفنان. نعم. ساسالك عن كرامه الانسان، ساسالك عن استاذ نعم. سالم، ولكن اسمح لي ان اعود للاستاذ عبد الله. استاذ عبد الله، اثرت مع الاستاذ سالم مساله ربما هو ايضا شعر بالاسى وهو يتحدث عنها، مساله يعني الاهمال الذي تعرض له كرامه مرسال في حياته وفي مماته، لم يتم يعني تقديم ربع ما قدمه للوطن من أغاني، من تراث، من إيصال صوت يعني المكلا بذلك الشكل إلى كل أنحاء اليمن والخليج أيضا. لماذا يتعرض فنان بحجم كرامة مرسال لهذا الإهمال؟ والله أنا أولا اللي أعرفه أنه كثير من قيادات البلد كانت تتعامل بخصوصية شديدة
مع الفنان كرامة مرسال، وهو يحظى بمحبة واحترام كل من يلتقيه. قضية الأسى أو قضية الإهمال، أنا لا أسميها إهمال، ولكن أقول بأن مستوى دخل الفنان في بلدنا قليل جدا لا يقارن بعطائه، وبالتالي هناك أسماء كبيرة تصل إلى سن متقدم، ونجد من يعني يكتب في الصحف وفي المجلات بكثير من الأسى أنه أنقذوا فلان أو عالجوا فلان أو أعملوا فلان، هذا سبب مستوى الدخل. نحن نجد الآن الفنانين في دول الخليج عندما يتقدم بهم السن أو تمر بهم ظروف سيئة لا نجدهم يبحثوا عن مؤسسة معينة أو يبحثوا عن شخص، لأن مستوى الدخل قد جعل منهم أناس يؤمنون حياتهم. نحن على أسف عندنا في اليمن عموما مستوى دخل الفنان سيء، حتى عندما تقارنه أنت بقضية المرتب، نحن كنا نبحث عن يعني دليل وظيفي خاص بالفنانين، لأنه أنا ما يهمني في الفنان هو ما يقدمه ولا يهمني مستواه الدراسي. نجد أن مثلا هيكل وزارة الخدمة المدنية دائما ما يبحث عن سنوات الخدمة ويبحث عن الشهادة. قد أجد أنا فنان شهادته ابتدائية ولكن يمتلك صوت يمكن يعني أن يحمل فيه راية وطن ويكون سفير لبلاده. هذه مع الأسف الآلية الوظيفية هي التي أضرت بكثير من الفنانين. كرامة مرسال أزعم أنا حقيقة أننا من قمة يعني قيادة البلد إلى أقل مسؤول كان يتعامل مع كرامة بخصوصية شديدة وباحترام شديد، وكانت له مكانته التي لا أريد أن أعددها الآن، ولكن يظل شخص زي كرامة كان لابد أن يكون هناك وضع وظيفي خاص يؤمن له حياته، وبالتالي لا نجعل من فنان كبير زي هذا يعني إلى درجة نمتلك من خلالها ثقافة الشوكة ونحاول أن نقلل من شأنه. لا، كرامة أكبر من أي شيء آخر، ولن أقول أنه أهمل لأنه الواقع الثقافي كله مهمل والإبداعي كله مهمل، وقد قيل من زمان أن فلان أدركته مهنة الأدب. دائما الناس الذين يعني يعملون في مجال الإبداع دائما ما يعانوا سواء على مستوى بيوتهم أو على مستوى دخلهم أو على مستوى حياتهم اليومية أيضا. لا، هم أكثر الناس رهافة وهم أكثر الناس تفاعلا مع كل متغيرات وطنهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله بكداد نائب وزير الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. واسمحوا لي مشاهدي الكرام أنت وأيضا أنت أستاذ سالم الجحوشي أن تنضم معنا نعايم كرامة مرسال ابنة الفنان كرامة مرسال عبر الهاتف من المكلا. مساء الخير سيدة نعايم. مساء النور، أهلا بك. نود في البداية أن تحدثينا عن بداية الفنان كرامة مرسال في المكلا وكيف استطاع أن يصنع نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرامة مرسال طبعا غني عن التعريف. كرامة مرسال الإنسان الصبور الصادق المحب، عاش في بلده يعني تخلى عن الدول الثانية المغريات وعاش في بلده. كما مرسال أبي الحنون يعني أبونا هذه يعني غني عن التعريف، لا نقدر يعني إيش نقول يعني شيء يعني لا يوصف. أبوي إنسان يعني متواضع، إنسان بسيط، عاش بسيط ومات بسيط، علمنا إحنا ربنا إحنا إلى أعلى مراتب العلم، كان إنسان متعلم وصل إلى مرحلة المدرسة الرابعة أوسطى، وكان يتقن الإنجليزية والإنجليزية اللغة العربية والقرآن، علمنا إحنا كيف نصبر كيف نعيش. ولكن نقول الحمد لله هذا قدر الله ما شاء فعل، هذا على الله سبحانه وتعالى، ونحن نشتاق له في كل لحظة في كل دقيقة. عاش لأجل وطنه، غنى قلبه يعني من كل جوارحه، غنى للوطن، غنى للشعب، غنى لكل العالم، ونبدا دعوات كل اي طلب ما يرفض ما يتخلى. بس الحمد لله يعني مات لا حد عالم به، ومات برضه ما حد عالم به،
مش عارفين يعني كيف بات الحكومة في إهمال كرامة مرسال وأولاده. طيب نعيم، أنت معنا في هذه الحلقة يعني كمناسبة لإيصال صوت أبناء كرامة مرسال، ما الذي تريدينه؟ يعني كيف تشعرين بأن هناك بعض الامتنان لكرامة مرسال ولما قدمه من فن لهذا الوطن؟ يعني كرامة مرسال قدم فن يعني صورة لن تتكرر. كرامة مرسال صورة يعني حقيقة يعني غني عن التعريف، يعني بدل جهده والتعب والشباب ويعني بدأت من الصفر إلى وصل إلى المرحلة اللي يعني الحمد لله الشعب كله يذكره، سواء كان الشعب اليمني أو الشعب الخليجي العربي، يعني وصل صورة له بصمات يعني ما تنسي، ولحد الآن الناس يتغنون بأغاني ويبكون لحد الآن، لأن الإنسان يعني صراحة يعني خدام مصيره كبير، كان صابر، كان معطاء، كان محب، كان يحب الناس. البيت مفتوح للكل، الصدر مفتوح للكل، صغير كبير، يتيم فقير، ناس وناس لحد الان يذكرونا. وطبعا احنا اكيد ابونا ما ننسى، ولكن لا في اهمال من الحكومه للبوني ولنا جميعا اولاد كرامة مرسال واحفاده. يعني لا الخمس سنين وفاة والدي يعني كأن احنا مهمشين مش موجودين، يعني ما حد يقول كيف عايشين، كيف ايش نسوي، كيف نعرف مع الحياة هذه، ما حد علم احنا العالم الله سبحانه وتعالى. لكن نقول هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، والله ابويا علمنا احنا الصبر وعزمة النفس ان احنا ما نترك الحد يعني نعيش كأن احنا ملوك، عيشنا احنا كأن احنا ملوك يعني لحد ما، لكن نقول الحمد لله هذا حق الله والحكومة يعني مش عارفة يعني لحد الآن أبوي يعني مهمشينه يعني مش عارفة يعني ايش نقول يعني تكلم يعني أنا بتكلم عن أبوي يعني نعم يعني أعجز عن التعبير. رحمة الله عليه فعلا يعني أتمنى أن تكون نعم أن تصل رسالتك أخت نعايم للمعنيين، يعني فعلا يستحق عبد الفنان كرامة مرسال الالتفات والانتباه لما قدمه من أغاني ولما قدمه من فن حقيقي وإرث حقيقي للوطن. يعني كان صادق لبلاده ووطنه، يعني غني من أعمال قلبه داخل أعمال قلبه. الإيد الوطن كل سنة الإيد الوطن موجود كرامة مرسال، أي موجود يغني من داخل قلبه لوطنه، رفض المغريات الكبيرة عشان يعيش في اليمن في بلاده. والحمد لله ناس عزيز عاش عزيز وناس عزيز الحمد لله، وهذا حق الله سبحانه وتعالى. رحمة الله عليه. ربي يسلمك جماعة الفردوس الأعلى بإذن الله يا رب. إنسان كان يعني صدق يعني التعبير عن رحمة الله عليه، وشكرا جزيلا لك نعايم كرامة مرسال ابنة الفنان كرامة مرسال، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. عودة إليك أستاذ سالم، ربما حدثتنا قليلا نعايم عن الفنان الأب، وأنا كنت قبل الحديث معك يعني أود أن تحدثنا أيضا عن الفنان الإنسان. يعني هي أصدق من تحدثت، لأنها ابنته يعني عاشت معه كل اللحظات الحلوة والمرة لكن رغم هذا ما زلنا احنا نضيف يعني صوتنا إلى صوتها، يعني بأنه يعني نلحق ما تبقى، يعني يعني ما ضير يعني أن تعتني يعني الإدارة في حضرموت بالأسرة الكريمة، يعني براتب شهري ببعض المزايا. هي أسرة فنان كبير، يعني ليس أي شخص يعني
حتى على مستوى توثيق هذا الفن أستاذ سالم، يعني حقيقة لم نجد مادة متوفرة في الإنترنت عن فن كرامة مرسال، ولا حتى عن يعني ولا يوجد دراسات فنية لما قدمه، يعني هناك شحة غير عادية في هذا الجانب. بالضبط بالضبط، ولهذا يعني أحد مزايا انتشار وشهرة أبو بكر سالم أنه طلع من البلد. أنا لا أقول هذا حتى أشجع الآخرين على أنهم يعني ليس هذا هو الحل يعني، ولكن لماذا الفنان اليمني يجد كل الشهرة والمحبة والنجاح والعطاء عندما يخرج من بلده؟ أليس هذا يعني نقيصة في حق مسؤولينا؟ يعني من منا يعني يريد أن يستمر في الغربة؟ يعني من منا لا يريد أن يعود إلى وطنه وأن يبدع في وطنه وأن يبقى في بهذه اللحمة، خاصة في مجال الفن، لأن الفن لا ينفصل عن الناس، يعني الفن من الناس وفيهم. يعني لا أعتقد أن أي فنان حقيقي يفضل أن ينفصل عن شعبه وعن ناسه. يعني هذه ما نخشاه، يعني أنتم الآن أثرتم قضية غاية في الأهمية، يعني اللي هي ابتعاد الفنان عن أصله وعن شعبه وعن ناسه. ورغم هذا كرامة ظل ملتصق رغم كل هذه الظروف يعني. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ سالم الجحوشي الفنان والمسرحي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة وأثريت هذه الحلقة بحديثك عن كرامة مرسال. وأنتقل إلى الكاتب الصحفي بدر بن عقيل عبر الهاتف من أبو ظبي. مساء الخير أستاذ بدر. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ. في البداية أود أن تحدثنا عن أبرز ما ميز كرامة مرسال كفنان. والله الحقيقة المرحوم كرامة مرسال فنان في دفء وحرارة صوته، بالذات تأتيك حضرموت بساحلها وواديها، ممكن نقول أيضا في أيديها أنك ستحن بديع، صوت لا يشبهه أحد، وحضور على المسرح متفرد، ثم الأجمل أنك تحس أنه قريب منك ومن نبض قلبك. هذا كرامة مرسال، فنان جميل بكل المقاييس وصوت يمتلك قوة الجبال. تفضل. نعم. إذن أستاذ بدر، ماذا عن جانب التلحين؟ هل لك أن تسلط لنا الضوء على هذا الجانب في مسيرة الفنان كرامة مرسال؟ نعم نعم، الكرامة يمتلك ناصية التلحين وبإجادة. نعم. وبالذات في الغناء الوطني، في أغنية مشهورة للشيخ الراحل عبد الله الناقبي والشيخ وعلامة لبيك يا موطني، عملها لحن قوي وبديع وأغنية تصلح لكل الأوطان. وفي له كثير من الأغاني الوطنية لحنها، وله أغاني عاطفية، ولعلها في القريب نتذكر أغنية مثيم بالهوى اللي تغنيها. صحيح. كل فناني الخليج والعرب غنوا هذه من ألحانه، وكثير من الأغاني العاطفية كرامة له ألحان جميلة، لأنه استوعب بالموروث الفني والتراثي الحضرموت وعكسه في قوالب لحنية حلوة. نعم. إذن أستاذ بدر، برأيك ما الذي يجب عمله لأجل حفظ غناء وتراث هذا الفنان من قبل الجهات المعنية؟ والله المشكلة مثل ما أشار أستاذنا سالم حسين الجحوشي، المشكلة تكمن في كثير من الفنانين وليس كرامة. ابتدأنا من محمد، خاص الفنانين الذي شاءت الأقدار أنهم يظلوا في الوطن ولا يخرجوا خارجه، ظلت المشكلة هذه أن توثيق أعمالهم ظلت مفقودة، فلا جهة في الداخل تتبنى توثيقها وتصنيفها بشكل علمي والاستفادة من وسائل التقنية والاتصالات الموجودة، ولهذا ظل الجهد مشتت. كرامة له إنتاج غير عادي، وغنى معظم الشعراء والمعظم الملحنين في حضرموت وعلى مستوى اليمن، ولكن كل الأعمال مشتتة هنا وهنا وضايعة. فالجهد هو جهد يشمل كل الفنانين، من محمد جمعة وإلى بدوي زبير وإلى سيد عبد النعيم وإلى وإلى وإلى، قائمة طويلة. نعم. وهذه المشكلة. وتذكر في هذا المقام أختي العزيزة ما قاله الفنان الكويتي عبد الله الرويش، قال لو كان مرسال يمتلك نصف الإمكانيات المسخرة للفنانين الخليجيين لتجاوز كل فناني الوطن العربي بما يملكه من إمكانيات صوتية. هامة
وقامة وقيمة، لكن احنا مشكلة ما نوثق هذه الأعمال وما نبرزها ونخشى مع تقادم السنوات أن تضيع هذا الموروث وهذا الفن. نعم. إذن تميز كرامة مرسال أيضا بشخصيته البسيطة والتلقائية، يعني كان يقال أنه واحد من الناس أكثر من كونه فنان لديه جمهوره ولديه شعبيته، اقترب كثيرا منهم. برأيك هل هذا هو السبب في حب الناس لكرامة مرسال؟ نعم، كرامة إنسان قبل ما يكون فنان، إنسان جميل وأنا عاشرته وأكلت عيش ملح معه وذهبت معه في رحلات صيد للأسماك، كان عاشق لصيد السمك، فهو إنسان بسيط وقريب من كل طبقات الناس والناس قريبة منه. كرامة إنسان شعبي تلقائي في حياته، في ضحكته، في ثابته، طفل داخله صغير يعيش، وإنسان حنون وكريم ومعطاء مع الناس المحتاجين والناس الفقراء، يبذل نعم في الخفاء وفي العلن. هذا كرامة كان بسيط، وفي حفلات الزواج كان هو الأيقونة الجميلة على مسرح المخاطر نسميها في حضرموت، مسرح حفلات الزواج كان يرقص مع العريس ومع الناس الجايين ومع الفرقة ويرحب ويأهل، ولا يملك مشاعره، ما يملك مشاعره، يعني يبادل الناس، يناديك باسمك أول ما يشوفك إذا فترة ما شافك. إنسان بسيط وتلقائي، وحتى في حواراته الإذاعية والتلفزيونية والصحفية كان يتكلم بالتلقائية الشعبية واللهجة الحضرمية المحببة له. رحمة الله عليه، وشكرا جزيلا لك بدر بن عقيل الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي. وينضم معنا الأستاذ علي اليزيدي وهو أحد رفاق الفنان كرامة مرسال عبر الهاتف من المكلا. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا، مساء الخير لكم ولقوا المشاهدين ولقناة بلبيس. أهلا بك أستاذ علي. لو سألتك مجرد ما تتذكر كرامة مرسال، ما الذي يتبادر في ذهنك؟ أول ما نتذكر كرامة مرسال نتذكر الرجل الفنان الجميل والفنان الشعبي والفنان الجاهز دائما، يعني الذي لا يمكن أن نغيب لا عن حياتنا الاجتماعية ولا عن حياة الناس، لأنه كرامة مرسال شخصية غير عادية، يعني رجل ممكن تجده عند كل الناس، يعني عند الإنسان البسيط والشخصية المثقفة وعند الإنسان الرياضي، فرجل يملأ المجتمع، وبالتالي هو عنده شخصية طاغية ولكنها بسيطة. بقدر ما كان رجل شعبي وعادي وبسيط ويجيد هذا الفن، وهذا صعوبة أيضا في حد من الفنانين، قد يكون في فنان يغني لكن لا يمتلك الصفات أو المزايا التي تأهله أن يرتبط بالناس أو يكون على علاقة عميقة، لكن كرامة مرسال أجاز هذه المسألة، أجازها بإتقان. بقدر ما كان رجل وشخصية بسيطة عادية ورب أسرة ممتاز وصديق ممتاز لكل الناس ورفيق ممتاز أيضا، بقدر ما كان فن راقي في الجانب الآخر، بقدر ما كان يرتقي، وهناك مسافة بين أن يكون هو بسيط ومتواضع وشعبي ويقدر يعيشك في رحلة صيد أو في رحلة سمر أو في أي مكان، بقدر ما كان فن راقي لا يختار الغناء الممتاز ولا يختار الكلمات الممتازة، وعلاقته بالفنانين أو علاقته بالشعراء أيضا راقية، يختار لهم ما يسرهم وما يسر المجتمع، وبالتالي هذا المزايا أو الصفة التي تحلى بها الفنان والمطرب كرامة مرسال تميز عن غيره، هذا ما يتبادر في ذهني لأني أعرفه معرفة شخصية وأنا من نفس الحي حقه وعشنا فترة طويلة مع بعض ونلتقي، وكنت كاتب صحفي. إذن طالما كنتم مع بعض أستاذ علي، يعني كيف كانت بدايته الفنية خاصة في ظل الظروف الصعبة، استطاع بصبره وصموده أن يصنع هذا الفن الذي قدمه للناس، كيف كان ذلك؟ هو بعد وفاة محمد جمعة في 63 الرجل وجد نفسه وجها لوجه، كان شاب صغير عمره 18 سنة، وجد نفسه وجها لوجه أمام واقع أو أمام مهمة نبيلة ورسالة لابد أن يؤديها، لم يتراجع، لم يخاف، لم تنكسر عنده العزيمة، بالعكس مشى وتحمل هذه المسؤولية وتحمل هذه المهمة بروح
واسعه وبنوع من الحب والعشق للفن، لانه كان يرافق محمد جمعه ويغني مع محمد جمعه وجالس محمد جمعه وجالس عدد من الشعراء، وبالتالي وجد نفسه انه في هذا لابد من ستر الفراغ. طبعا كان موجودين عدد من الفنانين الاخرين اللي في الساحه بحي، وهناك عبد الرب دريس، وهناك الفنان بنقاله علي السقاف، لكن كرامه فرسال بالذات اول ما بدا في نفسه في يعني في طريق الفن او في الوقت والزمان المناسبين برز الشاب طلع مخدره، يعني المخدره وهي يغني فيها امام الناس وعمره 18 سنه، واستطاع ان يتمكن من نفسه ان يغني ولفت انتباهه واحجاب الناس في مدينه المكلا، وكان هناك مقياس للفن. ليش نقول هذا الكلام؟ لانه كان يقيم الناس من ادائه ويقيم الناس الشعب الجمهور المجتمع يقيم الفنان. الرجل نجح في البدايات الاولى، ومن بداياته الاولى لم يتراجع. كرامه مرسال من ان بدا فنانا يغني ويؤدي ويعشق، احب الاغاني بروحه، ولا يغني شيء الا اذا يعجبه او تمشي مع دمه الاغنيه، ولا يقرا من ورقه اطلاقا طوال حياته، من بداياته من هو صغير الى ان رحمه الله بالرجل في مسرح او في مخدره او في حفل او في مقابله تلفزيونيه او في مقابله اذاعيه، ما يقرا من ورقه الرجل، يكلمك تلقاه ويغني يحفظ كل الاغاني، وبالتالي هذا المفتاح الجميل الذي يفتح له في المجتمع، وهذا المفتاح الجميل الذي فتح به كل ابواب نجاحه. هو رجل اراد ان ينجح، وهنا الموضوع المهم. كرامه مرسال فنان واراد ان يغني وان يربط الفن به وان يجعله رفيق حياته وان ينجحه، فلهذا نجح الاثنين مع بعض، كرامه مرسال والفن، وبالتالي اكتسبوا شخصيه واحده. عندما تقول من هو المطرف المكلا نحن نحن اليه، والمدينه المكلا تحن اليه، حضرموت تحن اليه، اغاني الدار تحن اليه، الفنانين لا، يعني هذا ميز كرامه مرسال من انه حين وجد نفسه امام مهمه أداها وظل بنفس النمط بل يرجع إلى مستوى رائع وممتاز جدا طوال حياته، وبالتالي قدم يعني أغاني وقدم تراث فني جميل جدا، وغناء على مدار الصدر تقريبا، ومن الغناء الجميل والطرب الراقي، وهذا ما ميز كلامه مرسال جعله يعني صحيح مطرب نال يعني أخذ الفن معه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك علي اليزيدي أحد رفاق الفنان كرامة مرسال، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. وختاما دعيني أعانق فيك الأمل وأشدو بأغنية الانتصار، وأرسل فرحة عمري قبل لتلثم في وجنتيك النهار. كونوا برعاية الله وأمنه، شكرا لمتابعتكم.